بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح فيه بشارة عظيمة للمؤمن بأن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه إذا قام رمضان إيمانا بالله ورسوله واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا. يعني ما قام رمضان رياء ولا سمعة ولا لغرض دنيوي كراتب ونحوه، وإنما إيمانا بالله واحتسابا للأجر. غفر له ما تقدم من ذنبه، أي جميع الذنوب يغفرها الله جل وعلا. وهذا الغفران يكون للصغائر كما قرره العلماء رحمهم الله، أنه أن غفران الذنوب الوارد في بعض الأحاديث يكون غفرانا للسيئات الصغائر التي يغفرها الله جل وعلا بالعمل الصالح، وأما الذنوب الكبائر فهذه يغفرها الله جل وعلا بالتوبة منها والإنابة إلى الله جل وعلا. فالذنوب صغائر وكبائر. الكبائر ما توعد الله جل وعلا عليه بنار أو عذاب أو غضب أو لعنة، هذه كبائر، وما دون ذلك فهي الصغائر. والكبائر يغفرها الله جل وعلا بالتوبة منها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالذنوب الكبائر إذا تاب العبد منها وأناب إلى الله فإن الله يغفرها. والصغائر ما يلزم بخصوصها التوبة وحدها، وإنما يلزم المداومة على الأعمال الصالحة. فالمرء إذا عمل صالحا يغفر الله ذنوبه، كالوضوء والصلاة والمشي إلى المسجد وغير ذلك من الأمور الصالحة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، قام رمضان ما يلزم أن يقوم كله، وإنما قام بعض الليلة بصلاة التراويح. إذا صلى مع الإمام فإن الله يغفر له ذنوبه إذا قام إيمانا واحتسابا. وإحياء ليالي رمضان حسن طيب،
مأمور به شرعا يحييها يرجو ليلة القدر، فليلة القدر ترجى في رمضان وهي في العشر الأواخر منه آكد، وهي في الأوتار آكد، وهو في ليلة 27 آكد. نعم اقرأ. مفردات الحديث: من اسم شرط جازم وقام فعل الشرط وجوابه غفر له إيمانا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. من هذا اسم الشرط فعل وفعل الشرط من قام قام رمضان وجواب الشرط غفر له. من صلى وحافظ على الصلاة أحبه الله. من أطاع الله ورسوله فأحبه الله، وهكذا. فالأفعال الشرط فعل الشرط أي فعل الذي يوجر عليه العبد، والجواب من الله جل وعلا هو الذي يأجر عبده ويثيبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما جاء الجواب إلى الآن، أين هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. من اسم شرط جازم وقام فعل الشرط وجوابه غفر له إيمانا منصوب على أنه حال، بمعنى أنه حال قيامه مؤمنا بالله تعالى ومصدقا بوعده ومؤمنا بفضل هذه الليالي وعظيم أجر العمل بها عند الله تعالى. إيمانا بما عند مؤمنا بالله، يعني قيامه لأجل الله جل وعلا لا لغرض آخر. نعم. احتسابا منصوب على أنه حال، بمعنى محتسبا الثواب عند الله تعالى، فالحسبة بالكسر هي الأجر الذي يرجوه العبد القائم عند الله تعالى. قال العلماء: ويبعد أن يكون إيمانا واحتسابا مفعولين من أجله أو تمييزا. غفر له من الغفر وهو الستر، ومنه الغفر هو الستر. غفر له ستر ذنبه، ستره الله جل وعلا عن الخلق، وهو كناية عن أنه لا يؤاخذه الله جل وعلا بهذا الذنب. نعم. ومنه المغفر وهو الخوذة التي تستر الرأس، ومغفرة الله لعبده إلباسه الذي يضعه المقاتل على رأسه لأجل يقيه الضربات. مغفر غفر. نعم. ومغفرة الله لعبده إلباسه إياه العفو وستر ذنوبه من ذنبه، متعلق بقوله تقدم. ويجوز أن تكون بيانية لما تقدم. ما يؤخذ من الحديث: معنى قيام رمضان هو إحياء ليله بالعبادة والصلاة، ففيه مشروعية صلاة الليل في رمضان، وثبتت صلاتها جماعة في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم عمل بها المسلمون بعد ذلك قاطبة، فقاموا بصلاة التراويح. يعني من قام رمضان ما يلزم أن يقومه كله،
وإنما إذا قام بصلاة التراويح مع الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام. أما إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنما قام الليل كله إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف. نعم. جزاء القيام في شهر رمضان هو غفران الذنوب وتكفير السيئات، لكن تقدم أن هذا مقيد بتكفير الذنوب الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى، وإطلاق الذنب يشمل الكبائر والصغائر، لكن جزم إمام الحرمين بأنه يختص بالصغائر، ونسبه القاضي عياض لأهل السنة. قال النووي: إن لم يوجد صغائر يرجى أن تخفف الكبائر. من قام رمضان وعليه صغائر وكبائر فالصغائر تكفر بالقيام، وأما الكبائر فيتكفر بالتوبة منها. أما أن يجمع الكبائر بعضها على بعض ويقول تكفر في رمضان فلا، إنما إذا تاب منها في رمضان أو في غيره تاب الله عليه. وأما الصغائر فالله جل وعلا يكفرها بالصلاة والأعمال الصالحة وقيام الليل والوضوء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه أو تكلم بفيه، تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. نعم. قبول صلاة الليل وترتب تكفير السيئات بها مشروط بها أمران، أحدهما إن الذي حمل القائم على القيام هو الإيمان والتصديق بثواب الله تعالى، الثاني احتساب العمل عند الله تعالى والإخلاص فيه لوجه الله تعالى، فإن فقد العمل هذين الشرطين الهامين ودخله الرياء والمباهاة فإنه باطل مردود على صاحبه، ونال به صاحبه الملامة والعذاب. لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فإذا عمل الإنسان العمل قيام الليل أو الصلاة أو الزكاة أو إعطاء شيء من الأعمال الصالحة، فإن إن كانت خالصة لله تعالى أثابه الله، وإن كانت لله ولغيره فالله جل وعلا غني عن الشركاء، لا يقبل العمل إلا ما كان له سبحانه وتعالى وحده. نعم. حكى الكرماني: الاتفاق على أن المراد بقيام الليل صلاة التراويح، ويحصل هذا الفضل بما يصدق عليه القيام، وإن كان قليلا، سواء كانت 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23 ركعة، أطال القراءة أو خففها، إذا أتى بصلاة التراويح فقد قام الليل. نعم. الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه وتأكد صلاة التراويح جماعة في المسجد، إن صلاة التراويح يحسن بالمسلم أن يظهرها ويظهر العمل فيها، لأنها تشرع له الجماعة،
ومع ذلك يسرع له الجماعة، يحسن أن يسره العبد. فمثلا قيام رمضان يحسن بالمرء أن يصليها بالمسجد لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، أما الصلاة آخر الليل في سائر الليالي فيحسن أن يسرها ويجعلها سرا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام وغيره: كان الصحابة يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى علم منه بذلك. يعلم عليه الصلاة والسلام أن الصلاة أن الناس يصلون، ولا جمعهم عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ليلتين أو ثلاث ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. وعلى علم منه بذلك وإقراره لهم، فقد دلت الأخبار على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الانفراد، وذلك بإجماع الصحابة وأهل الأمصار، وهو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقول صلاة التراويح في المسجد أفضل، وتكون ظاهرة لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وعند بعضهم قول قليل ضعيف يقولون إذا أسرها، إذا صلاها في داره وحده فهذا أفضل له لأنه أقرب للإخلاص. هذا صحيح، أقرب للإخلاص، لكن في أشياء يحسن إظهارها كصلاة الجماعة. صلاة الجماعة نقول يصليها في داره أقرب للإخلاص، لا يحق له ذلك، وإنما بعض النوافل يصليها في داره أقرب للإخلاص. قال شيخ الإسلام: الصلاة التي لا تسن لها الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فتجوز جماعة أحيانا، وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة فهو بدعة مكروهة. قال شيخ الإسلام: الصلاة التي لا تسن لها الجماعة، الصلوات منها النوافل ومنها الفرائض، ومن النوافل ما تسن له الجماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، هذه تسن لها الجماعة فيستحب للإنسان أن يصليها جماعة. من النوافل التي لا تسن لها الجماعة كصلاة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة العصر، راتبة المغرب، صلاة الرواتب السنن مثلا يحسن أن يخفيها ويجعلها في داره، يعني كلما أخفى صلاة غير الراتبة غير النوافل المقيدة بالجماعة يحسن به أن يخفيها، كلما أخفاها فهو أولى. فصلاة النوافل نوعان: نوع تشرع له الراتبة كما تقدم، ونوع لا تشرع له الجماعة، وذلك معلوم من الدين بالضرورة أن لا تشرع لها الجماعة، لا يحسن أن يصليها المرء في جماعة إلا بعض الأحيان نادرة. فمثلا لو أن أهل جماعة مسجد اتفقوا على أن يتروحوا في رمضان وفي غيره، في شوال وذي القعدة يصلوا صلاة التراويح، قلنا ابتدعتم. قالوا: أليست مشروعة صلاة التراويح؟ قلنا: نعم، مشروعة في وقتها في رمضان، وأما خارج رمضان فلا. لو أن جماعة اجتمعوا على عشاء أو غدا أو قهوة أو غير ذلك، فلما أرادوا أن يتفرقوا قال أحدهم: يا إخواني خلنا نصلي ركعتين جزاكم الله خير، تفرق بعد الصلاة، قالوا سم وقاموا وصلوا جماعة. هذا قليلا نعم مشروع حسن، لكن دائما باستمرار لا يجوز. فرق بين ما كان مستمرا وما لم يكن مستمرا. لو أن واحد مثلا بعد العشاء في أحد الليالي قال: خلونا نروح الليل نتذكر حالتنا في رمضان، نقول: لا يا أخي ابتدعت،
إلا أنه إذا كان هذا المرة فقط ما يخالف، لكن باستمرار تصلون تراويح لا، لا يجوز لكم ذلك. وهكذا. نعم. عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها التي أعلم الناس بأحواله عليه الصلاة والسلام في البيت وحاله دائما مع أهله ومع الناس، تكون قال رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر، المراد بها العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره. شد المئزر هذه تعبر بها عن أمرين، يجوز أنها من باب الشد والاهتمام والحرص والعناية، هذا شد المئزر، ويحتمل أنه أراد شد المئزر حزمه وعقده بحيث لا يجامع النساء. شد المئزر تطلق على المعنيين وكلاهما مراد. وأحيا ليلة، كان يحيي الليل كله إلا القليل منه. وأيقظ أهله، يوقظهم للصلاة رجاء يصيبوا ليلة القدر فيغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. فحري بالمؤمن أن يحرص على هذا. نعم. مفردات الحديث: مئزره بكسر الميم وسكون الهمزة هو الإزار، ويقال شد للأمر مئزره، تهيأ له وتشمر، وهو كناية عن الجد والتشمير في العبادة. وعن الثوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء. إن المراد بذلك اعتزال النساء، وهذا من ألطف الكنايات، يعني ما يكنى به عن اعتزال النساء أنه يحزم سرواله، معناه ما يفكه. من المعلوم أن الرجل إذا أراد أن يجامع زوجته يفك المئزر، ما يجامعه عليه مئزره سراويله فيفكه، فكذلك هنا يقول هذا من ألطف الكنايات. نعم. وقال بعضهم هو كناية عن التشمير للعبادة واعتزال النساء معا. قال ما ينافي بعضهم بعض، يعني يكون كلهم جميع، مقصودا به شد المئزر اجتناب النساء، وذلك للاجتهاد في العبادة. نعم. ولكن قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة، فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم قد شد مئزره ظاهرا وتفرغ للعبادة واشتغل بها عن غيرها. وأحيا ليلة يحمل على أحد وجهين: أحدهما راجع إلى العابد، فاشتغاله بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة الموت إحياء لنفسه، والثاني أنه راجع إلى نفس الليل، فإن ليله لما صار بمنزلة نهاره في القيام فيه كأنه أحياه بالطاعة والعبادة. ما يؤخذ من الحديث: الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي العام كله، لما خصت به من المزايا العظيمة والفضائل الجسيمة التي أهمها ليلة القدر. قال شيخ الإسلام: الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، فهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها
وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه، بعض العلماء رحمهم اختلفوا في ليالي، أي ليالي وأيام العشر الأواخر من رمضان وليالي وأيام العشر الأول من ذي الحجة، كلاهما ورد فيهما الفضل، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال بعضهم جمع بين القولين، قال إن ليالي عشر ذي الحجة أقل فضلاً من ليالي عشر رمضان، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. فرمضان يفضل ليله لأن فيه ليلة القدر، وعشر ذي الحجة يفضل أيامه لأن فيها النحر والذبح والحج وغير ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام: الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، فهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها، وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه بهذه الليالي المباركة يعتكف في المسجد، ويعتزل الناس ويعتزل نساءه تفرغا للعبادة وإقبالا على الله. الحديث دليل على شدة الإقبال على الطاعة في تلك العشر، والانصراف عن كل ما يقطع العلاقة بالله تعالى. قوله إذا دخل العشر شد مئزره دليل على الاهتمام والإقبال على العبادة. واختلف العلماء في تفسير شد المئزر على قولين: أحدهما أن هذا كناية عن التشمير للعبادة والإقبال عليها والجد فيها، الثاني أن هذا كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر. ويبعد المعنى الأخير ما روي عن علي رضي الله عنه بلفظ: فشد مئزرك واعتزل النساء، فإن العطف يقتضي المغايرة، فهذا غير هذا. قوله: وأيقظ أهله، أي للصلاة والعبادة، لئلا تفوتهم فضيلة هذه المواسم المباركات. وهذا من كمال نصحه لهم، فينبغي لقيم البيت أن ينشط أهله ويرغبهم في العبادة، لا سيما في المواسم الفاضلة. العشر الأخيرة هي خاتمة الشهر، والأعمال إنما تكون بالخواتيم، ولعل هذا من أسرار الجد فيها والاجتهاد فيها. خلاف العلماء، قال العيني: ما خلاصته؟ المشهور من مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوء وبصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، أن المراد به الصغائر فقط، كما في حديث الوضوء: ما لم تؤت كبيرة. قال النووي في هذا في التخصيص نظر، لكن أجمعوا على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة أو بالحد. لا تسقط الكبيرة عن العبد الذنب إلا بالحد أو بالتوبة منها. إذا زنى مثلا وجلد حق الحد فإنها يكفرها الجلد، وإذا لم يجلد
وتاب من الزنا تاب الله عليه. فائدة: نلخص خصائص هذه العشرة المباركات بهذه الفقرات بدون أدلتها، فهي معروفة وقريبة ولله الحمد. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيرها، والاجتهاد فيها لا يختص بعبادة خاصة، بل يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدقة وغيرها. يعني يحسن بالمرء أن لا يقتصر على نوع من أنواع العبادة، ما يقتصر على الصلاة فقط، أو يقتصر على الصيام وهو يصوم مثلا شهر رمضان، أو يقتصر على الذكر، وإنما يشمل جميع أنواع العبادات، يكثر من الصلاة ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من ذكر الله ويكثر من الصدقة وهكذا. نعم. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يوقظ فيها أهله للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه المواسم الطيبات، فإنها غنيمة لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتها ويهملها فتذهب عليه سدى. الأوقات الفاضلة يجب أن تغتنم ويجتهد المرء فيها. ثالثا، كان يعتكف في هذه العشر ليتمتع بهذه الخلوة بالله تعالى، ويسعد بلذيذ مناجاته، ويبتعد عن كل ما يشغله ويقطعه عن هذه الخلوة بربه تعالى. رابعا، أرجى ما تكون ليلة القدر في هذه العشر المباركات، لذا كان ليلها أفضل ليالي العام، فينبغي تلمسها في هذه الليالي عسى أن يوفق لها المؤمن فيحصل له الخير الوفير، فهي ليلة مباركة وهي خير من ألف شهر. خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. والقصد أن هذه الليالي المباركات التي هي الختام المسك لصوم الشهر ليال عظيمة، وفوائدها وعوائدها جسيمة، ولا يفرط فيها إلا المحروم من الخير ممن سفيها نفسه، وأكبر من ذلك أن يقضيها بالمجالس المحرمة والاجتماعات الآثمة، نسأل الله تعالى السلامة. الله أكبر. الحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الملتزم السنة وضع اليدين والصدر والخد الأيمن على الملتزم أم اليدين فقط؟ الملتزم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتزمون في الملتزم عند القدوم إلى مكة وعند إرادة السفر، وهو مستحب وسنة، وحري أن يستجاب دعاء العبد فيه إذا ألصق صدره وذراعيه وراحتيه وخده ودعا الله بما أحب، فذلك خير وأكثر أجرا. يقول السائل: هل صلاة الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟ صلاة الوتر وقتها موسع والحمد لله، وقتها من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة العشاء، صلاة الوتر. فإن صلى الوتر بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب صح، ولو صلاها في منتصف الليل صح، ولو صلاها عند النوم أو قبل النوم أو بعده فلا بأس،
لا بأس عليه بهذا كله. وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب، فمثلا المريض والمسافر إذا صلوا المغرب وصلى بعدها العشاء فإنه يحق له أن يوتر، ولو أن الناس ما بعد صلوا المغرب إلى الآن. يقول السائل: كيف كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله وهو معتكف في المسجد؟ هذا ما ينبغي هذا السؤال يا أخواني، بارك الله فيكم، هذا واضح ما ينبغي أن يسأل، لأنه عليه الصلاة والسلام يستطيع إيقاظهم بأن يرسل إليهم أحد، ويستطيع أن إيقاظهم إذا ذهب يتوضأ للبيت، يذهب للبيت للوضوء ونحو ذلك، فإيقاظ الأهل سهل ميسور في أي وقت. يقول السائل: هل يجوز أن أوكل أحدا للحج؟ يجوز أن توكل لغيرك، أن توكل أحد يحج عن أبيك أو عن أمك أو عن غيرك، لكن عنك أنت لا يجوز إلا إن كنت لا تستطيع في بدنك فلك أن توكل، فإذا لم تستطع في بدنك الحج فلك أن توكل من شئت من إخوانك المسلمين. يقول السائل: ما هو الراجح في عدد ركعات صلاة التراويح؟ صلاة التراويح مفتوحة والحمد لله، ما حجرنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة معينة، فللمرء أن يصلي التراويح 11 ركعة، وله أن يصليها 13 ركعة، وله أن يصليها 23 ركعة، وله أن يصليها 36 ركعة، وله أن يصليها 43 ركعة، وهكذا، فلا حرج في تحديدها والحمد لله. وإنما الأحسن للمسلم أن يواظب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل 11 ركعة وفي رواية 13 ركعة، و13 ركعة أو 11 ركعة يستطيع أن يصليها في نصف ساعة والحمد لله، ويستطيع أن يصليها في 3 و4 و5 ساعات، فإذا أطال القراءة وأطال الركوع والسجود استغرق الوقت كثيرا، وإذا خفف القراءة وخفف الركوع والسجود فإنه يؤديها في نصف ساعة أو أقل من ذلك، فالأمر فيه سعة. روي أن عثمان رضي الله عنه قام الليل كله في ركعة واحدة، ركعة واحدة صلى بها في الليل وترا، بقرأ بحيث يقرأ القرآن كله في هذه الركعة. دخل الحجرة كما قال المسور بن مخرمة، دخل الحجرة رجل مقنع يعني عليه قناع وما يدري من هو، فما رأيته يسجد فصف بالصلاة، فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة وإلا مستمر يقرأ حتى ختم القرآن، فركع وسجد وسلم، ثم خرج عند طلوع الفجر فتبعته ورأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهكذا روي عن بعض السلف أنه يقوم الليل كله في ركعة، فهذا جائز والحمد لله. وإن قام الليل بثلاث ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 فحسن، وإن صلى بحيث لا يدري كم صلى، يصلي ركعتين كلما سنحت له فرصة، يعني بعد صلاة العشاء صلى ركعتين من صلاة وتره، ثم لما ذهب إلى أهله صلى ركعتين، ثم لما أراد أن ينام صلى ركعتين، ثم لما استيقظ صلى ركعتين، ثم نام بعد هذا الاستيقاظ، ثم استيقظ ثانية قبل الفجر وصلى ركعتين. يقول له: كم صليت يا أخي؟ يقول: ما أدري والله، كل ما سنحت لي فرصة صليت صلاة ركعتين. نقول: أحسنت، يجوز له ذلك والحمد لله. المهم
أن يصلي من الليل ما تيسر له ويختم صلاته بالوتر ركعة واحدة. يقول السائل: هل يقال أن صلاة العصر لها سنة راتبة قبلية وبعدية؟ لا يا أخي، ليس لها راتبة، وإنما يسن قبلها 4 ركعات، يسن سنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست راتبة. الرواتب 10 أو 12 ركعة فقط، وصلاة النوافل أكثر من ذلك، فمثل صلاة بعد قبل العصر يستحب للمرأة يصلي 4 ركعات قبل العصر، وهذه ليست براتبة بل يصليها استحبابا، ولا سنة لها بعدها، لا راتبة ولا سنة. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قبوريا وأنا أعرفه، هل يصح لي أن أصلي بنية الانفراد؟ لا يا أخي، إذا رأيت أن الإمام انتهى من صلاته وأنت لا يمكنك أن تصلي ما انتهى، فيسحب لك أن تنتظر لعلك ترجو أن يدخل أحد أو يقوم أحد من المصلين ويتصدق عليك ويصلي معك، فإن أيست من ذلك فادخل مع الإمام ولو أدركت التشهد فقط. يقول السائل: هل يجوز لي إذا صليت على الميت أن أدعو لوالدي وهو متوفي؟ نعم يا أخي، يجوز لك أن تدعو لنفسك ولوالديك وللأموات الحاضرين ولكل مسلم معك. يقول السائل: عملت عمرة متمتع بها إلى الحج، وعندما انتهيت من العمرة خرجت إلى جدة لأخذ علاج وبعض أعمالي، فهل علي شيء في ذلك؟ لا يا أخي، ليس عليك شيء في ذلك، وأنت متمتع بالعمرة سواء خرجت إلى جدة أو لم تخرج، لأن جدة قريبة، فتقاس جدة على المكان الذي يذهب فيه الرعاة ليرعوا إبلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا بالعمرة متمتعين بها إلى الحج. يقول السائل: والدتي كبيرة في السن، حيث أنها فاقدة للذاكرة لكبر سنها، وأريد تقليم أظافرها ولكنها ترفض ذلك خوفا من أنني سوف أجرح أصابعها، فهل أقلمها حتى وإن كانت تصرخ، مع العلم أنها إذا نامت فإنها تحس بذلك؟ لا يا أخي، لا يجوز لك أن تقلمها، لأن تقليم الأظهر سنة، وإغضاب والدتك محرم، وكونها تصرخ أو تتألم من هذا لا يجوز لك، فاجتنب هذا أخي. يقول السائل: متى تبدأ قيام الليل، بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء؟ قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا يعتبر قيام الليل، وأما الوتر فلا يجوز إلا بعد صلاة العشاء، فالصلاة بالليل بعد المغرب يعتبر من قيام الليل، ولكن لا يعتبر من التهجد ولا يعتبر من الوتر، والتهجد لا يكون إلا بعد رقدة، بعد نومة وإن كانت قليلة، وقيام الليل كل الليل إذا قمت منه شيئا فتعتبر قمت من الليل ما تيسر لك، فكل شيء يصدق عليه. الوتر ما يصلح إلا بعد صلاة العشاء. يقول السائل: في كل سنة أحج ولله الحمد وآتي بالأركان والواجبات ما عدا المبيت بمينا لعدم وجود مكان للمبيت، وأفدي عن ذلك، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح، إلا أنه يحسن من كان تحاول المبيت بمينا اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتيسر ذلك فليس عليك هدي حتى وإن لم تبت ما
ما دمت تحاولت ولم تستطع. يقول السائل: ما هو ضابط الكبائر؟ ضابط الكبائر تقدم أن قلته قبل قليل لكنك ما انتبهت له، من يذكره؟ نعم، وما توعد الله عليه بالذنب، ما توعد الله عليه بالنار أو بالعقوبة أو بالحد في الدنيا أو النار في الآخرة، وهكذا هذه الكبيرة. وأما الصغائر فما ليس دون وما كان دون ذلك. يقول السائل: جئت من مصر بنية الحج ولم أحرم لطول المدة المتبقية للحج، فمن أين أحرم وهل علي هدي؟ أخي، أنت أخطأت على نفسك، أوجبت على نفسك هديات كثيرة، فرت من هدي سنة مستحب، وأوجبت على نفسك هدي جبران، وهدي الجبران يجبر النقص، وهدي التمتع والقران طاعة لله وعبادة. وإذا لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام عن هدي التمتع والقران أخي. فالواجب على المسلم إذا أراد أن يقدم على العبادة أن يسأل عنها أهل العلم حتى يعلم، يكون على بصيرة، ولا يجوز له أن يتخبط في الجهالة ثم يسأل بعد هذا. الواجب عليك الآن أن تعود إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ما دمت قدمت للحج تحرم من الميقات الذي مرت به، ثم تدخل مكة إن شئت بحج فقط تستمر في إحرامك كما ذكرت، أو بحج أو عمرة فكذلك تستمر، أو بعمرة متمتعا بها للحج فتؤدي عمرتك وتتحلل ويكون عليك هدي التمتع. أما الآن لو أحرمت من مكة فيجب عليك هدي جبران لا معروف لك به ولا طاعة لك به، بل هو واجب حتما عليك لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام، وحرمت نفسك من العمرة، وحرمت نفسك من خير كثير. فاتباع السنة أولى للعبد وإن لزمه ما لزمه، وإذا لم يستطع المال فلا حرج عليه، فالله جل وعلا قد جعل الصيام عوضا عن المال الذي يجب في الهدي. يقول السائل: إذا كانت المرأة مقيمة بمكة هل يجوز لها الحج بدون محرم، علما بأن ابنها عمره 14 عام، وإن كان يجوز فما هي الفدية؟ يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم إذا كانت من مكة، فمكة لا يلزم محرم للحج، وإنما تحج مع نساء ثقات أو مع أسرة غني مباركة ثقة فلا بأس عليها. وابن 14 سنة يجوز محرما للمرأة، وليس عليها هدي ما دامت من أهل مكة. يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح واجب في كل صلاة؟ لا يا أخي، ليس واجبا في كل صلاة ولا في أي صلاة، وإنما هو من المستحبات. دعاء الاستفتاح مستحب في الصلاة حتى لو تركه العبد فلا بأس عليه. يقول السائل: كيف نقسم الليل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بأن يصلي صلاة داود عليه السلام بأنه كان يصلي كذا وينام كذا؟ تقسيم الليل حسب طوله وقصره بالساعة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. اقسم الأربعة وأقسم الساعات الليل 9 ساعات أو 10 حسب ما تكون على هذا المنوال. نصف الليل نصفه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نصفه هذا،
نصف هذا المقدار، ثم الثلث، ثم السدس الأخير للنوم للراحة، لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.